درعا. دعني أوضح لك، قبل سنة كان اتفاق وقف إطلاق نار بكل معنى الحقيقي بين الأمريكيين والأردن والدول الثانية، وروسيا كانت ضامنة لهذا من الدول اللي وقعت على الاتفاق. لكن خلال الفترة هي كلها، هل يلتزم النظام بهذا الاتفاق؟ لم يلتزم. بالنسبة للغوطة الشرقية، الإخوة في جيش الإسلام أكثر من مرة وضحوا تماما، ونحن في الجنوب أيضا، إني في اتفاق خفض التصعيد قبل سنة حاولنا مرارا وبلغنا الدول بضرورة ضم الغوطة إلى اتفاق الجنوب لأنها جزء من الجنوب وليس جزء من الشمال، لكن في نية مبيتة من الروس تحديدا ومن الإيرانيين. يعني الروسي هو منفذ لسياسة إيرانية، النظام ملحق، ما بقولوا ملحق مؤنث سالم، سامحيني بهالكلمة، تماما مع البقية. الروس رفضوا وضع الغوطة، الآن عبارة عن التهرب الروسي من الاتفاقيات التي تمت سابقا في جنيف 1 و2 و5 ومسلسل باب الحارة. هذا جنيف، الروس دوما كانوا يتهربوا، ووقعوا كم اتفاق؟ سألنا الأخوة في جيش الإسلام كم اتفاق وقعتوا معهم، قال عدة اتفاقيات وضمانات وكذا. تمام، الغوطة الآن ضحية تقصير المجتمع الدولي بإلزام الروس. تماما، نحن أمام قرار وقف إطلاق نار في مجلس أمن، ماذا بعد مجلس الأمن؟ ماذا التزم الروس؟ تماما، العملية هي عملية فرض الحل العسكري بما يناسب الروس والنظام والإيرانيين، هي مشكلتنا معهم، التزموا بالحل ونحن ملتزمين. الدول تعرف أن الثورة السورية طيب يعني على قدر أبو توفيق الوضوح. يعني الهدف أو الهدف النهائي من يعني الغوطة هو أو من العملية العسكرية في الغوطة، يعني هل هي إخراج الفصائل أم هو يعني تغيير ديموغرافي؟ يا سيدتي أريد أن أوضح لك، الخاسرين من ترك داعش الذين طلعوا فاضين الوفاض من ترك داعش الأتراك تماما، والروس والإيرانيين اجتمعوا على تقسيم ما تبقى وهو تغيير ديموغرافي. يعني الآن في عفرين تماما التركي، ما هو الهدف من دخوله؟ هل هو فرض ديمقراطية؟ يا سيدتي لم يشكو لنا أحد في عفرين أنه تعرض لشيء. تمام، الأجواء كانت هادئة، وعدة فصائل وعدة ومنظمات مجتمع مدني تعيش. القسمة من قسمة الذئاب هي تماما فرض الآن تغيير ديموغرافي. فرض التغيير الديموغرافي يتناسب مع الهدف الإيراني من وجوده في سوريا، يتناسب مع الهدف التركي، يتناسب مع الهدف الروسي. إني في النهاية دولة ممزقة سياسيا وحدوديا وعسكريا، فيصطف مع الفئة كما فعل قبل طيب الروس. يعني سياسيا كانت هناك اليوم دعوة أمريكية عاجلة لاجتماع مع جبهة الجنوب، يعني ما التفاصيل في الاجتماع من أجل جبهة الجنوب في الأردن؟ يعني ما التفاصيل بهذا الخصوص؟ يا سيدتي الاجتماع ليس للفصائل، الذي وقع الاتفاق دول، لم توقع الفصائل على هذا الاتفاق. نحن قبلنا في هذا الاتفاق لأنه مدخل للحل السياسي، على أساس أن هذا الاتفاق أجا بعد قوة وليس أجان اتفاق، بعد نصر المنشية. نتحدى الروس ونتحدى النظام والإيرانيين، ماذا فعلنا بكم في المنشية؟ أزقناكم مر الهزيمة في المنشية. الجنوب طلع من نصر المنشية وقلنا وقعوا اتفاق الأقوياء، ووقع اتفاق الأقوياء الدول وقعت عليه والروس وقعوا عليه. تمام، عندما تقول لي اتفاق الجنوب لم يبحث في أستاني ونحن من الرافضين كنا لأستاني وما زلنا رافضين لأستاني وكل ما ملحقات أستاني، الاتفاق تم بين الدول. اليوم الدول هي المعنية ولسنا كثورة سورية، يعني كنحن في الجنوب لسنا معنيين. تماما، ان طبقوا الاتفاق او سقط الاتفاق، الى الجحيم الاتفاق ومن وقعه. تماما، لا نسأل. اليوم أنت أمام الثورة السورية، أمام مفترقات، مفترق الإبادة، نحن نتعرض للإبادة.
حرب الإبادة، حرب ليس الإلغاء فقط، التطهير العرقي. يعني الاتفاق كان وقف إطلاق نار للانتقال لمرحلة سياسية، ولا يعني استسلامنا ولا يعني رمي سلاحنا. طيب يعني لا أحد يفسر سيدتي. نعم. سيدتي لا أحد يفسر اتفاق الجنوب كما يشاء. ماشي، اتفاق الجنوب هو وقف اطلاق نار. نعم، يعني هنا كنت اريد ان اسال التصعيد. يعني اتفاق الجنوب حدث يعني خارج اجتماع أستانا، مؤتمر مسار مسار أستانا يعني عفوا. نعم. يعني هل هذه الدعوه العاجله قد تكون للحفاظ يعني على هذا الموضوع او على هذا الاتفاق؟ يا سيدتي نحن على تواصل مع الدول الصديقه، مع الامريكيين والبريطانيين واخوتنا في الاردن، معنيين بالامر، معنيين جدا بالامر تماما، لان الروسي يهدد بموجات من النزوح. قصف المدن في الجنوب سيشكل عبء واضح، اللي هو ضرب الحاضنه الشعبيه، ضرب المدنيين. اصبح الان هذا عرف روسي، هذا عرف روسي، قتل المدنيين سياسه روسيه، سياسه